وثقت سائحة أجنبية مقطع فيديو غريباً لمواطنين في سلطنة عمان، ظهروا وكأنهم يفطرون تحت مياه البحر، ما أثار حيرة المتابعين الذين حاولوا تفسير المنظر. البعض قال إن الفيديو مزيف، وآخرون اعتقدوا أنه انعكاس لصورتهم في الزجاج. Представляете, люди готовятся на ифтар под водой. أظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي ناشطات يحلقن شعورهن أمام البرلمان البريطاني تضامنا مع نساء غزة واحتجاجا على استمرار الحرب. جدل في السعودية بسبب الهلال والنصر. هنا لا نتحدث عن نادي الهلال وعن نادي النصر، بل عن مولودين جديدين، النصر بنغازي وهو ابن مشجع للنادي الأصفر، والهلال شعيبي وهو ابن مشجع للنادي الأزرق. لكن الفرحة بالتسمية قد لا تستمر. الأحوال المدنية علقت على الموضوع وأكدت أن تضامنها أن نظامها يمنع تسمية الأبناء بالهلال أو النصر. كان هذا كل شيء اليوم.